من اللاعب الهندي إشيان كريس أندر ذلوي. لاحظ اللاعب إشيان يمتاز هذا اللاعب بالجلد الدفاعية. لاحظنا الجلد الدفاعية تعطي دوران مختلف عزيزي المشاهد. لاحظنا الكرات سهل يضيح اللاعب الروماني رايسي، لكن بسبب جلدة اللاعب إشيان من الهند دوران الكرة يختلف على اللاعب رايسي. تقدم اللاعب الهندي إشيان. لاحظنا دوران الكرة عزيزي المشاهد من هذا اللاعب الهندي إشيان، دوران صعب على اللاعب الخصم. 8-7 للاعب الهندي إشيان. حلوة من اللاعب إشيان يفاجئ اللاعب الروماني بالهجوم بوجه المضرب الداخلي الفورهن. لاحظ اللاعب إشيان 3 فرص لإنهاء هذا الشوط للاعب اللي واضح على الشاشة اللاعب الهندي إشيان. انتقال مباشر من إرسال اللاعب إشيان. الإرسال هل يستغل عامل الإرسال لإنهاء هذا الشوط؟ خلص الفارق اللاعب إشيان وينهي اللاعب إشيان الشوط الأول لصالحه 11-9. نلاحظ عزيزي المشاهد هذا اللقاء اللي يجمع اللاعب الهندي اللي واضح على الشاشة إشيان واللاعب الروماني رايسي. لقاء مختلف عزيزي المشاهد. اللاعب إشيان اللاعب الهندي لاعب دفاعي ممتاز باختلاف جلد اللعب. لاحظ عزيزي المشاهد في هذا اللقاء تغيير جلدة اللاعب إشيان أثناء اللعب يعطي الصعوبة على اللاعب الروماني رايسي. 1-0 للاعب إشيان من الهند وارسال عنده. حلوة قوية هجوم وجه المضرب الداخل الفورهند من اللاعب رايسي. ثلاثة لا شيء. تفوق واضح للاعب رايسي في هذا الشوط. لاحظنا اللاعب رايسي يعتمد على انهاء النقطة من الكرة الأولى لعدم استمرارية الكرة فتكون أصعب لاعب في حالة هذه الربلة اللي يستخدمها اللاعب إشيان من الهند يعتمد على انهاء الكرات من أول نقطة. حلوة من اللاعب إشيان. هجوم وجه المضرب الداخلي الفورهند. لاحظ لجوء اللاعب رايسي من رومانيا إلى إنهاء الكرات من أول النقاط لعدم بدء رالي الكرات ستكون هناك
دوران الكرات صعب على اللاعب الروماني. لاحظنا اللاعب شلون اللاعب الهندي يعتمد على الدفاع واستمرارية الكرات، لكن الفارق كبير في هذا الكرة. Thank you. كرة نقطة ثالثة للاعب شلون؟ ست فرص لانهاء هذا الشوط للاعب. حلوه من اللاعب حلوه من اللاعب راسي يعادل النتيجه 1-1. لاحظ توجيهات اللاعب راسي من المدرب الروماني. استعداد لبدء الشوط الثاني الثالث مسابقة فردي الناشئين. أعزائي المشاهدين في الأدوار دور 16 ودور 8 الفائز من 4 أشواط من أصل 7 بدء اللقاء برسال اللاعب رايسي. نقطة أولى من اللاعب رايسي. يمتاز اللاعب رايسي عزيزي المشاهد. هجوم كلا وجهي المضرب داخل الفورهند والخارج الباك هند. لاف 3 حلوه. نلاحظ الهجوم وجه المضرب الخارجي الباك هند ممتاز فيه اللاعب رايسي. حلوة قوية من اللاعب رايسي. إمكانيات هذا اللاعب اللي واضح على الشاشة بالهجوم بوجه المضرب الخارجي الباك هند. إمكانيات هائلة من هذا اللاعب. تفوق واضح للاعب الروماني في هذا الشوط. 7-1 8-1 لاحظنا اعزائي المشاهدين التفوق الواضح للاعب الروماني رايسي في هذا الشوط لمعرفته وغيراته الجيدة لجلدة اللاعب إشيان من الهند. 2-9 حلوة من اللاعب 10-2 حاضر الفارق واضح في هذا الشوط من اللاعب الروماني رايسي. ينهي اللاعب رايسي هذا الشوط بكل سهولة 11-3 تقدم بنتيجة الأشواط 2-1. انتظار الشوط الرابع
الجيم لارسال اللاعب لابول اشيان من الهند. اللاعب قدم الفرصة للاعب اشيان للتحكم وبدء براليات الكرة من اللاعب رويسي. اللاعب هذا اللاعب القوي اللاعب الروماني رايسي. 2-1 2-all لاحظ اعتماد اللعب الهندي لا تنويع اماكن كرات كراته على طرفي طاولة اللاعب رايسي لعدم امكان تحت الفرصة له بالهجوم. 3-4 حلوة قوية ممتاز هذا اللاعب بالهجوم وجه المضرب الخارجي البكن. 4-5 في هذا الشوط اللاعب إشيان من الهند بدأ بالهجوم. حلوة من اللاعب رايسي اللاعب قوي يمتاز هذا اللاعب بالهجوم بوجه المضرب الخارجي. لاحظنا قوة هذا اللاعب بالهجوم بوجه المضرب الخارجي الباكن. 9-5 خمس فرص لانهاء هذا الشوط من اللاعب رايسي. كرة معادل كرة سهلة تنويه جميل من اللاعب رايسي ينهي هذا اللقاء ينقل لهذا الشوط ويتقدم بنتيجة اللقاء 3-1 بحاجة إلى شوط لإنهاء هذا اللقاء. بدء الشوط الخامس والنقطة الأولى للاعب رايسي من رومانيا. قوية من اللاعب رايسي. تقدم واضح في هذا الشوط من اللاعب الروماني. لاحظنا الفارق الكبير بين اللاعبين اللاعب الروماني ممتاز بمهارات عالية في لعبة كرة الطاولة. لاحظنا التفوق الكبير 6-6 كرة معادلة سبن وان
8-1. واضح كبير في الامكانيات عزيزي المشاهد لهذا اللاعب اللي واضح على الشاشه. اللاعب 2-9. نقطة الشوط ونقطة اللقاء للاعب رايسي. 4-10. خلص فارغ اللاعب إيشيان. 3. وينهي اللاعب إيشيان الشوط الخامس لصالحه، يفوز اللاعب الروماني بهذا اللقاء بنتيجة 3-1.